بينما تعطلت الحياة بسبب كورونا، تتواجد الإغاثة الإسلامية دائما في قلب الحدث لتغيث المحتاج كي لا يتألم، لنحميه من المرض، لنكف عنه الأذى. بتبرعك للإغاثة الإسلامية عبر العالم نصل إلى الأشد ضعفا وحاجة مثل مريم، معا نرسم البسمة على وجهها. تبرع الآن للإغاثة الإسلامية عبر العالم، تبرعاتكم في أيد أمينة. مرحبا، أهلا وسهلا فيكم وسلام بالجميع في حلقة جديدة من حلقاتنا نادي التكنولوجيا على قناة تي في صوت العرب من كندا. أنا محدثكم جمال الشريف ومعاي الدكتور هشام قدومي. أهلا وسهلا فيك دكتور. أهلا دكتور جمال، شو أخبارك؟ عم نسمع إنهم رح يعملوا لنا كمان لوك داون فوق اللوك داون. يا عمي إحنا شوف إحنا مصخمطين زي ما بيحكوا بأهل الشام. ما إلنا غير نروح على أمريكا أو نجيب أهل أمريكا عندنا، لأنه هم عندهم ما شاء الله الفاكسينيشن ماشي الموضوع عندهم. لا نروح صعبة بيني وبينك، إلا إذا بيعملوا لنا فاكسينيشن لما ندخل زي ما بتعمل دبي. بروح. طب شو رأيك تروح وتعيش ببيت زي اللي وراي هذا هيك؟ ما أنا عم بستنى عشان شو اسمه لما يصير هذا البيت حقيقي، عشان نعيش عند الجبال، نبعد عن كل هال شو اسمه. أيوة. بعد عن كل ال خلص. للعلم هذا البيت مش سهل، هذا البيت سستينبل كل شيء حنحكي عنه اليوم، بس لما بدنا نحكي عنه اليوم بدنا أكيد نستضيف الشخص اللي صممه، وأنا وياك والدكتور هشام اليوم بنستضيف الصديق والزميل المهندس السوري السيد إيهاب الحريري. أهلا وسهلا فيك أستاذ إيهاب. مرحبا، كيف كنت؟ أهلا وسهلا. شو أخبارك؟ بس عشان نحكي الأستاذ إيهاب معنا من واشنطن. واشنطن، عشان هيك كنا نحكي عن أمريكا. تتذكر إذاعة أمريكا اللي بالعربي من واشنطن كان. أهلا وسهلا فيك أستاذ إيهاب، شرفتنا اليوم على كنار تي في. شرف لنا. طبعا احنا كلنا يعني عجبنا التصميم هذا، وانا صراحه عم بفكر هلا كيف نبني بيت، فقلنا خلينا نستفيد من خبره المهندس. اول شيء عم نسمع اسمها دكتور جمال، بنروح على بانف وبنحط هدول البيوت وبنعيش بعيد عن كل شو اسمه عن كل بالساقه ولا طبعا نعيش هيك بعيد work from home remotely. احلى شيء هذا اهم سؤال لازم لازم استاذ ايهاب المهندس ايهاب يجي على كندا ويعمل تيست له، لانه عمل له هو يمكن في شو اسمه في تكساس الله اعلم، لازم يعمل تو اكستريمز. لا لازم طبعا لازم لازم تيجي تشرفنا على كندا وتشوف خصوصا هاي المناطق في الجبال اللي بتشوف الشمس غير شهرين. المشكلة هذه هي المشكلة، ما في شمس. هاي التحدي، هنا التحدي. بس شوف مهندس إيهاب، أنا متأكد أنت شوف أنت واحد سوري، والسوريين بيصنعوا العجائب من لا شيء يصنعوا الشيء، والمهندس إيهاب هو ابن مدينة حماة، تلك المدينة التي قرعت التاريخ وصارعت التاريخ ونواعيرها التي بقت وما زالت تشهد على تاريخها الذي يدور ولن يتوقف إن شاء الله. Sustainability. صح. يمكن نتعلم منها. بأصل يعني بدمنا Sustainability. Historically عشان تكون معروف. تمام. طيب مهندس إيهاب، عرف الجمهور بنفسك، من هو المهندس إيهاب، منشأك، بدايتك. أول شيء مرحبا وتشرف أكون معكم هون. اسمي اسمي إيهاب الحريري، مهندس معماري. تخرجت من جامعة دمشق عام 2007. بعدين انتقلت لدبي واشتغلت بدبي فترة منيحة من الزمن، حوالي 7-8 سنين تقريبا. بعدين انتقلت على الولايات المتحدة وهلأ لساتني هون، يعني آخر 5 سنين تقريبا موجود هون بأمريكا. يعني بديت في حماة دمشق. أمريكا. أمريكا وسعودية يعني كمان فترة من الزمن قضيتها بسعودية. عاصرت التاريخ والثقافة، ثم انتقلت إلى الحضارة والمدنية الصخبة والمعمار، والآن في بلد التكنولوجيا. أهلا وسهلا فيك. تسلم، أهلا وسهلا فيك يا رب.
شرفتنا شرفتنا. طب احكينا شوي بس عن تطور دراستك، ويعني احنا عارفين اللي زار دبي زي كذا مرة، يعني كنت زي ما قلت لك احيانا لما كنت عايش هناك كل ويكند اروح على دبي تقريبا. دبي معروفة بانها بشغفهم بانهم يكونوا اعلى البنايات، اجمل، اول التصميم اللي بنعمله زي هيك، اول بناية بتتحرك، اول بناية بتتحرك حول نفسها مش عارف ايش وكذا. فاكيد اكيد بتهيألي يعني اكيد كان لا الا هذا للبيئه اللي انت بتعملها. ودبي معروفه من الـ من الـ من البلدان اللي بتشجع على الكرياتيفيتي في هذه النواحي عشان تظهر نفسها. فهل بس تعرفنا كيف تطور، لانه احنا بنعرف انه الدراسه في العالم العربي او في اي جامعه دراسه كويسه، بس الشيء الحقيقي اللي بتعلم من الواحد لما بنخرط في مجال العمل وبالذات في بيئة زي بطبيعة مدينة دبي. فهل ممكن تحدثنا شو كان أثر مدينة دبي عليك أو على تفكيرك من هالناحية؟ طبعا هي أهم شيء كان بدبي هو أنه أعطتني فرصة أني أنا أشتغل على شيء، على مشاريع يعني بظن ما كان حتصح لي أشتغل عليها بأي مكان ثاني بالعالم. وبوقت بهالتحديد يعني بهالوقت بالتحديد كان فيها الفرصة موجودة. يمكن هالفرصة كل ما عم تقل هلا، لأنه يعني بالنهاية آخر شيء رح يوصلوا لمرحلة إشباع من التصاميم المعمارية ومن البناء. فكانت فرصة يعني مميزة بوقت مميز إنه قدرت إني أشتغل بدبي بهي الفترة، وإنه وصح لي إنه فرصة أشتغل على كتير مشاريع مميزة، يعني أبراج ومباني سكنية ومولات، ويعني من كل الأشكال اشتغلنا. فيعني كانت فرصة كتير حلوة، وصراحة كتير تعلمت منه، يعني تعلمت واستفدت وصنعت بظن يعني فكري المعماري بطريقة ما بلشت فيه بدبي. فيعني ما بظن يعني هالفرصة كانت تحتاجيني بأي مكان تاني غير دبي. طبعا انت اشتغلت في دبي بشركات كبيرة وتعلمت بعض التصاميم، لو تحكي لنا عن التصاميم اللي اشتغلت عليها، خلينا نحكي لو بالمختصر المفيد هيك، ايش التصاميم اللي اشتغلت عليها في دبي؟ يعني هلا مثلا اشتغلت دبي مثلا على، كان في فترة كتير كنا نشتغل كونسبتس كمان، يعني الابراج واشياء هيك، واشتغلت مباني، اشتغلت مثلا على مباني، شوية مباني حكومية، واشتغلت كمان في على اوتيلات، وفي اوتيل منهم تنفذ هو الهيلتون، كان شو اسمه هذول الاوتيلات، يعني واحد من الاوتيلات تابع للهيلتون. فيعني اشتغلت هناك يعني على مشاريع مختلفه، يعني انا لو بظن يعني لو بدي احصيها ما حقدر اتذكر، لانه كان في ضغط شغل كتير قوي هناك. فاشتغلنا يعني على كتير مشاريع، وجزء مني الحمد لله منها تنفذ. يعطيك العافيه. طبعا هذا شيء مهم انك تستفيد من الخبره العمليه اكيد. طبعا احنا عارفين برضو انه يعني كانت هندسة المعمار بالزمانات منفصلة عن التكنولوجيا كتير، كانش حدا كتير بفكر في هذا الموضوع. لكن هلأ او من سنين لما بلشت موضوع السستينابيليتي واهميتها، موضوع استغلال الطاقة، موضوع حتى السمارت سيتيز والسمارت هاوسز والسمارت بيلدينجز، صارت التكنولوجيا جزء لا يتجزأ من التصميم المعماري، مش بس انك تجيب سوفت وير وتصمم عليه زي ما كان هاي العلاقه الوحيده، لا، صارت انت لما بدك تصمم بدك تحط في اعتبارك وين بتيجي الكيبلز، وين بدك تيجي مش عارف ايش. بس انت كمان عندك هلا التحدي الثاني اللي هو مش بس من وين بتيجي الكيبلز وكيف بدي احطه، كيف الكهرباء وكيف الانترنت واذا بدي احط ساتلايت وريفر. صرت البيوت اللي انت عم بتصممها او بالاخر اللي هو البيت الجبلي، انه كيف بدي اعمل البيت يكون هو نفسه مصدر لنفسه او سستينبل من الطاقه الشمسيه، من جمع المياه ولا شيء. فيك تحكي لنا بس كيف دخلت انت شخصيا بين عالم المعمار اللي انت درسته كمعمار فقط في الجامعه بتهيالي، وبين دخولك لمجال التكنولوجيا في المعماريه خلينا نسميها، كيف دخلت، كيف دخلت معك هاي، وكيف شو التحديات اللي واجهتها لحتى تستوعب، لانه التكنولوجيا فيها كتير معلومات بنعرف كل يوم بيطلع فيها شيء جديد. شو التحديات اللي دخلتها لحتى وصلت انك تكون كونفيدنت انك تصمم
حتى لو كونسبت من هاي البيوت. هلا صراحة هو أول تحدي إنك بدك تطلع، يعني بدك دائما تتابع كل جديد عم بيصير بهالمجال، خاصة تكنولوجيا العمارة، يعني تكنولوجيا المباني. والمباني كل مالها يعني عم تتطور، عم تصير يعني كلها سمارت بيلدينجز، ويعني بظن مع الزمن شوي شوي ممكن تصير ماشين يعني أقرب. لذلك هون إجت الفكرة إنه المبنى رح يصير بالمستقبل ماشين، فكيف ممكن هالماشين تكون شكلها، كيف ممكن يكون روبوت حتى. وبظن هي المرحلة التالية للتصميم المعماري. فأنا كانت الفكرة إنه أنا إذا بدي أتخيل المستقبل كيف رح يكون شكله، كيف رح يكون المبنى شكله، كيف التطور المعماري للمباني بالمستقبل. طبعا هلا انا اطلعت كثير على 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 السستينبل هاوسز، وكيف يعني بتنشغل وكيف تنبنى. وهالاطلاع هذا ساعدني اني شوي شوي انه اخذ ثقه بنفسي اني اقدر مثلا اني اشتغل شيء على انا، يعني شيء خاص فيني. ممكن تكون الفكره يعني هي بعيده شوي هلا عن الواقع الحالي يعني، بس الفكره انه اذا انت بدك تفكر مزبوط مستقبل لازم تحسب بحسابك شو بده يصير. ومثل ما نحن هلا اصلا عندنا السمارت فون، اذا تطلع على السمارت فون هلا نحن من 20 30 سنه اي شغله من اشياء السمارت فون الموجوده هلا كان، يعني اذا بدك انت الميزات الموجوده بالسمارت فون الصغير تجمعها بدك يمكن شنطه كبيره، مثلا اذا عندك كاميرا وتليفون والاشياء كلها حتى كمبيوتر. يعني فخلال 20 سنه صغرت حتى صارت بحجم التليفون، ويمكن نحن هلا بنستخدمه لاشياء تانية اكثر من الحكي بكثير يعني. فحتى المبنى بظن مع الوقت كمان ممكن كل وظائفه تتقلص حتى تصير انت فينك تعمل كثير اشياء بحجم اصغر، عرفت علي كيف؟ ويعني تحط تكنولوجيا اكثر بكثير بمساحه اصغر بكثير. من هون اجت الفكره انه ممكن يتقلص كل شيء بس بنفس الوقت تزيد امكانياته بشكل كبير. طب مهندس إيهاب، أنا بدي أسألك بس لو تفسر لنا شو هو السستينبل هاوسينج اللي عم تحكي عنها، لأنه في بعض الجمهور أو بعض المشاهدين يمكن ما عنده أي فكرة شو السستينبل هاوس. نسمع عن سستينبلتي بس شو هو السستينبل هاوس؟ يعني إحنا بنسمع سمارت هاوسز بس ما سمعنا كتير عن سستينبل هاوسز. طب السستينبل هاوسز يعني بشكل عام هو بيكون بيت صديق للبيئة، موفر للطاقة، ممكن حتى يكون كمان مصدر للطاقة. يعني أنت بده يكون عندك قدرته إن يكون عنده قدرة على توليد طاقة متجددة عن طريق الخلايا الشمسية، عن طريق الويند تيرباينز يعني طاقة الرياح، عن طريق حتى مثلا إذا أنا مثل من حماة الناعورة، يعني ممكن يكون البيت مثلا على نهر وممكن تستفيد من طاقة المي تولد عن طريقها كهرباء وطاقة. وحتى كمان استخدام المواد البناء الموجودة اللي فيه، مثلا الزجاج ممكن يكون من نوعية الهاي برفورمانس اللي 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 يحفظ بيعمل عزل قوي للبيت بحيث انه ما تخسر طاقة حرارية. يعني كل هالأشياء هي بتلعب دور انه يتحول البيت لسستينبل، بحيث انه ممكن حتى يصير يولد طاقة اكتر ما يستهلكها. يعني ممكن تصير طاقة للجريد تبع المدينة مثلا. دكتور هشام بس بدي اكمل انا سؤالي، هل تتوقع انه هذه السستينبل هاوسز حتساعد في حماية البيئة في المستقبل، ولا هي فقط لتوفير المال لساكنها او صاحبها؟ يعني هل الهدف منها هو حماية البيئة كمان؟ سامعني؟ أنا؟ يب. سوري سمعت دكتور. طبعا شيء أكيد، يعني أكيد بالمستقبل هذا الشيء، أي شيء نحن ممكن نخفف فيه انبعاث الكربون مثلا ممكن هالشيء أكيد يساعد البيئة يعني. واي طاقه متجدده هي يعني شيء طبيعي تكون احسن من انه انت مثلا تستخدم اذا قلنا مثلا تستخدم الاخشاب تبع الغابه تقطع شجر مثلا مشان تدفى، بلا انا ممكن استخدم الطاقه الشمسيه اللي هي طاقه موجوده وبلاش بدون ما اذي البيئه مثلا، بدون ما يعني طبعا هي تصنيعها ممكن يؤذي البيئه بشكل اساسي، يعني انك تصنع هي بس اذا قلنا الريوردز تبعيتها اكبر بكثير من الاثار الجانبيه. فلذلك انت بدك تشوف انت يعني التاثير الجانبي بس بنفس الوقت الشيء اللي عم تعطيك اياه بالمقابل، فالشيء اللي بتعطيك اياه بالمقابل هو اكبر بكثير من تاثيرها الجانبي، لذلك فهي بيقولوا عنها متجدده يعني.
أنا في عندي سؤال يمكن معقد شوي، بس أعتقد إنه سؤال يعني مهم، لأنه واحدة من المشاكل اللي بتواجهنا وأنا شخصياً كتير حكيت عنها في إيفنتس تاني، اللي هي الأوفر بوبوليشن، إنه الناس عم بتزيد كتير، ومش بس عم بتزيد بما يؤثر، عم بتزيد في مناطق معينة، عم بتحط ضغط على مدن معينة. يعني صار الضغط عندنا هون مثلاً في منطقة الجي تي اي أو في مدينة زي نيويورك مثلاً، ضغط لا يحتمل من من حتى طلعت عندنا مشاكل زي اللي هي النويز بولوشن، اللي هو او التلوث الضوضائي زي ما بقولوا اشي. هل اللي شفناه من البيت اللي انت بتعمله او من البيوت اللي بتعمله انه ما في ليميت وين ممكن تنبنى هاي البيوت، لانه انت ما بتحتاج خط كهرباء يمر عندك، ما بتحتاج ممكن تحتاج مثلا شبك على الانترنت which is وايرلس مثلا، هذا الاكثر شيء ممكن تحتاجه انفراستراكشر. هل بتعتقد انه برضو بناء بيوت في مناطق بعيده، في مناطق مستقله شوي عن المدن والضوضاء والهاي، ممكن تساعد برضو في مشاكل الاوفر بوبوليشن والتلوث الضوضائي وغيره؟ طبعا شيء اكيد. يعني هلا انت كشخص ليش رح تسكن بالمدينه؟ بتروح تسكن بالمدينه لتشتغل ويكون مثلا سكنك قريب من يعني بيتك مثلا قريب من شغلك، فهذا الشيء بيخليك انت تخلي الناس اكثر شيء تتجمع بالمدن. فنحن هلا اذا لغينا موضوع انه انا لازم اكون قريب من شغلي، ممكن انا اشتغل مثل ما قلت ريموتلي، فانا ممكن يكون مثلا دكتور جراح واشتغل عن طريق الفي ار مثلا. يعني اذا 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 شفت في عملوا عمليه عن طريق الالات، شو اسمه، عن طريق هاي الزراعة الآلية. الجراح كان موجود يمكن بلندن، والعملية كانت بلوس أنجلوس أو شيء، وكلها تصار عن طريق الأقمار الصناعية لأنه أسرع بكثير من الإنترنت العادي. فأنت بالمستقبل ممكن تكون أي شيء مثلا تشتغل ريموتلي، فأنت مجرد أنك أنت عندك شغلك ما عاد مضطر يكون جنبك، او بيتك ما عاد مضطر يكون جنب شغلك، فانت ممكن تسكن باي مكان، صح؟ فاذا انت فيك تسكن باي مكان، فالاولى انه يكون المكان اللي انت ساكن فيه يعني يامن لك احتياجاتك باكبر قدر ممكن من دون ما تحتاج لاي عوامل اخرى خارجيه او مساعدات خارجيه. وحتى ممكن بالمستقبل مثلا انت اي احتياجاتك توصلك عن طريق مثلا درون يوصل لك اياها مثلا لعندك على المنطقه مثلا، عرفت علي؟ ففي المستقبل بيحمل لك كثير يعني افكار واعده انك انت ما تضطر تكون عايش باي تجمع سكاني او بقلب المدن، حتى ممكن المدن كلها ما تعود الى داعي من حيث المبدا. يعني فولو اب بس قبل ما نعرف انه في انا اكسده، بس فولو اب لانه انت ذكرت نقطه مهمه انه انت ممكن تعيش بعيد، ممكن، بس اللي بيخلي الناس برضو تعيش في مدينه هو الفاسيلتيز، بالذات اذا بدنا نحكي على الفاسيلتيز الطبيه. الناس اللي عندها مثلا سكر او سمثينج وبتحتاج تنتقل للمستشفى بشكل، فاعتقد انه يعني انه السكن برضو بعيد خصوصا للناس اللي عندها هاي الشغلات حيشكل مشكله في هاي، فممكن فحنحتاج نحن سولوشنز للنقل يمكن غير عن بس المدن، لانه ما فيكاش تبني مستشفى جنب كل بيت يعني او 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 عياده طبيه جنب كل بيت. فاعتقد انه في، هل بتعتقد انه هذا الشيء رح يتماشى مع تكنولوجيا زي اللي بنشوفها، تكنولوجيا المستقبل اللي هي السيارات اللي بتطير في الجو او whatever هي الكذا، هل هاي كله راح يمشي لقدام؟ لانه يعني زي ما قلت لك هذا يمكن هو التحدي الوحيد، انه انت بتحتاج لانه يكون عندك فاسيلتيز جنبك، بالذات فاسيلتيز طبيه. هل بتعتقد انه هذا ممكن يتحقق جنبا الى جنب في المستقبل مع كون هالبيوت ما يعني هلا بشكل مستقل؟ بس ممكن انت يكون عندك روبوت هو دكتور مثلا بالبيت، يعني ما بعرف شو ممكن يكون موضوع الصحه. يعني موضوع كثير يعني في كثير طرق ممكن تحلها لهي المشكله. فبظن يعني حتى التطور الطبي راح يكون اكيد مختلف عن هلا، فلذلك ممكن هالشيء يقدم لك كثير حلول انك انت ما تحتاج يكون في مستشفى جنب بيتك، لانه بكل بساطه يعني دكتورك ممكن يكون عندك عن طريق اذا انه وايرلس، يعني بتشوفه وبيحكي معك وبيعطيك الوصفة تبعيتك، وممكن مثلا درون يجيب لك اياها عندك على البيت مثلا. يعني ما بعرف يعني بس من حيث المبدا يعني ما كله ممكن.
احنا جمعونا احنا الثلاث حنسوي شغله زي هيك. طيب في كم سؤال من الجمهور او المشاهدين حاب اسالك يا ما اعطيك اياهم في بعض الملاحظات وال... طبعا برحبوا فيك المشاهدين. محمد المصري بقول لك ابن بلدي منور، اهلا وسهلا. من محمد التميمي عباقرة التصميم والهندسة. في سام نمورة منرحب فيه بقول لك تحياتي موضوع شيق. في هون وضع مهم او بيحكي انه في مشكلة في الاسكان، وهي مشكلة عالمية ويجب ان يفكر المهندسين بكل انواع الحلول الحديثة لايجاد وسيلة لتنفيذ الفكرة. واتوقع انه مش بس تنفيذ الفكرة، هي افكار مستقبلية يعني اللي عم بيقوم فيه الاستاذ ايهاب او مهندس ايهاب، وليس فكرة اليوم، هي فكرة قد تحصل بعد 10-15 سنة وتوفر في البيئة وفي الطاقة. محمد تميمي بيسألك، الشام معروفة ببيتها العربي الرائع الجميل، هل يمكن أن نرى شيئا يلهمك من البيت الشامي في بناء متطور حيث فيه روح البيت الشامي؟ طبعا أكيد، يعني يعني البيت الشامي هو يعني شيء كتير كان أساسي حتى بدراستنا، يعني كان موضوع البيت الشامي يعني كتير يعني مهم بالنسبة لك مهندسين معماريين سوريين، فله تأثير كتير كبير يعني، حتى ولو ما بين يمكن بالتصميم، بس يعني مجرد أنه هو موجود بالفكر فهو يعني عم يولد أفكار جديدة يعني ممكن تكون طالعة منه. بس طبعا هالفكرة، فكرة البيت الشامي أكيد يعني كبيت، إذا قلنا كبيت تبع القرن 21 شيء أكيد كفكرة ممكن تكون شيء حلو كتير. طب أنا في عندي كمان سؤال، هو مش سؤال، هو بقول لك دراسة الجدوى الاقتصادية أيضا مهمة جدا في الـ أو الـ Visibility Study، إضافة لكل تحديد سهولة إمكانية التنفيذ من ناحية الوصول للمكان من ماء ومعالجة ومعالجته وإنفراستراكشر وغيرها من توفير البيئة التحتية مثل المجاري والإنترنت التي أصبحت أساسية في البنية التحتية. فعلا كلام مهم جدا، يعني هو ممكن يكون زي تصميم لعدد من الأماكن. هذه الأسئلة اللي كانت من الجمهور لحد الآن. أنا في عندي شوية سؤال هيك، انتشرت قبل فترة الحديث عنك بكثير من وسائل التواصل الاجتماعي والأخبار على البيت اللي احنا شايفينه وراي، هذا بيت الزهرة، أنا شريت واحد منه. أول واحد عزك صدقناك. احكي لنا عن هذا التصميم، احكي لنا كيف اجتك الفكرة وشو هي هاي الفكرة، يعني ليش غريبة هاي الوردة اللي بتفتح وبتسكر؟ يعني أنا أول مرة شفتها فكرتها وردة لعبة يعني، بعدين طلع بيت منزل وفي حمام وفي غرفة نوم وفي في في. هي الفكرة بلشت مثل ما قلت لك، يعني إنه البيت المستقبل كيف ممكن يكون شكله، هو ممكن يكون آلة مثلاً، ف هيك خطط على إنه بركي بيت المستقبل ممكن يعني مو بس يكون بيت، يعني مثلاً يتحرك مثلاً يفتح يسكر. من هون الفكرة إجت إنه الزهرة بس تفتح وبسكر، فيعني ليش ما يكون هو على شكل بيت؟ نفس الوقت وقت بتفتح هي عم تفتح، وقت تطلع الشمس مشان انت اول شيء تفتح المنظر حواليك، بتشوف المنظر الطبيعي اذا كان البيت موجود بمنظر طبيعي حلو مثلا. وشيء ثاني استفادة ثانية هي انك انت عم تحاول تجمع الطاقة الشمسية يعني عن طريق الخلايا الضوئية المركبة على 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 الأزرع تبعت البيت. فمن هون اجت الفكرة. أنا يعني بلشت معي بس بسكتش بسيط يعني رسمتها بإيدي، بعدين طلعت إنه لا إنه ممكن يطلع شيء منها، فعملت لها موديلينج واشتغلت عليها منيح يعني حتى قدرت أوصل لهالمرحلة هي بالتصميم. ووقت لقيتها حسيتها إنه بالفعل يعني هي ممكن يكون يطلع منها شيء مميز، بلشت أعملها هيك لقطات حلوة وأنيميشن وأشياء هي مشان نتوضح الفكرة أكثر للناس اللي راح يشوفوها. يعني إذا يعني هذا بيت زي ما حكيت، لو تشرح لنا عنه شوية، يعني هذا نبدأ أوقف الصورة وأحطها قدامنا. هذا البيت
شايفين في لوحات شمسية صحيح؟ تمام. هاي هي هاي تجمع طاقة. طب المية هلا الفكرة انه هي كمان نفسها وتفتح كمان يعني بس يكون في مطر مثلا ممكن ان تجمع المي وتحولها لخزان بقلب الكبسولة نفسها. أوكي. يعني مثل التصريف يعني بتجمع المي وبتصرفها ما ما بتتخزن فيها المي انه بتصير ثقيلة كتير بعدين. أوكي. بتصرفها بشكل مباشر على الخزان وممكن بعدين تتم معالجتها بفلاتر بقلب الكبسولة نفسها وتستخدمها مثلا لاحتياجاتك اظن مو للشرب يعني بس احتياجات العامة للمنزل. طب هاي اللوحات اللي حواليها هل تكفي كهرباء لهذا المنزل بشكل كامل؟ بظن تكفي وبتزيد يعني هي بظن هي اللي اجت للواقع يعني عادة الألواح الشمسية بتكون موجهة باتجاه الجنوب مشان تاخذ أكبر قدر ممكن من الطاقة يعني لأنه هي الشمس زاوية الشمس بشكل أساسي بتجي من الجنوب بالقسم الشمالي من الكرة الأرضية فلذلك بتكون موجهة أكثر شيء للجنوب بس عادة بظن أنا هيك مبنى ممكن كان واحدة منهم بتكفي بس لأنه هي ما أنا موجهة باتجاه الشمس فهي عم تفتح بس عم تجمع الطاقة الشمسية بظن بفعالية أقل من أنه لو كانت هي موجهة باتجاه الشمس بشكل أساسي بس الفكرة منها أنه هي يعني مو بس أنه بتجمع يعني هي مثل قلت لك بتجمع مياه الأمطار هي يعني هي مثل أقرب مثل ما قلت لك أنه عم تخلي البيت يصير أقرب للآلة يعني هو شيء يعني كلها سوى أنه تعطيك كذا احتمالية هي مو بس أنك تفتحها المنظر هو يعني ممكن يكون إلى استخدامات تانية مع الزمن ممكن لا إلها أنا مثلا حتى يعني استخدامات تانية ممكن لا ما فكرت فيها أنا وما بعرف شو التكنولوجيا رح تكون متوفرة بوقتها بس ممكن لا إلها استخدامات تانية مو بس أنه تجمع طاقة ويعني يكون إلها أسباب أكثر من هيك لوجودها بس يعني هي بس مجرد كتخيل حاليا أنه تعد لتجميع الطاقة الشمسية وتجميع المياه الأمطار. سؤالي الأخير إيش سميت التصميم هذا؟ اسمه Futuristic Sustainable Mountain Pod يعني الكبسولة الجبلية المستقبلية المستدامة. حلو حلو. في عندي طبعا إحنا بس عشان نكون عارفين إنه هذا لسه كونسبت وإحنا مش عمالنا نسأل عشان بس بحكي للجمهور نسأل عشان ننتقد أو نطلع أخطاء بس حتى بس نشوف شو ممكن ونتبادل الأفكار ونثري يمكن هذا الموضوع وندفع الناس إنها تفكر وتقترح. يعني هذا البيت ممكن يكون برأيي يعني ممكن يكون شغال هون في نورث أمريكا مثلا في شمس حتى في أحيانا برا زي ما بقولوا في النورث بتكون النهار قصير وكذا بس مادام في ضوء ومازال البطاريات كبيرة ممكن تكفيك لكن نحكي عن المطر أو الشتاء إذا بنينا في منطقة زي منطقة الخليج العربي مثلا كل وين وين لتشتي يعني فلا نزال هنحتاج مصدر تاني مثلا لأشياء تانية زي الشمس زي ما قالوا كمان الناس هون الأخ أعتقد عزام ما بعرف كيف بيقول بس مثلا من ضمنها المجاري مثلا كمان التصريف في أشياء فيعني طبعا احنا ما بننتقد بس لازم هاي الأشياء تكون في الاعتبار في بناء هاي البيوت. هل بتعتقد انه لقدام لو بدنا نطبق هاي البيوت انا ما بحكي انها مش ممكن ما تنعملش بالعكس ممكن بس هلا انه نحن نحتاج لتغيير كل فكرنا عن تخطيط المدن وأساليب الصرف الصحي وتزويد المياه لقدام لحتى نقدر نوصل بشكل عام مباني المستقبل مش بس هذا يعني لانه عم نلاحظ انه البنيه التحتيه هلا مع الزياده السكانيه كل مالها عم بطلت تقدر تستحمل فلازم نعيد تفكيرنا. هل تعتقد انه لازم نحط هاي الشغلات في الاعتبارات وين نوفر المي وين نوفر الصرف الصحي الى اخره؟ طبعا هلا اصلا يعني هيك افكار موجوده اذا بتشوف انت بالدول الاسكندنافيه بتلاقي في كثير مشاريع هي خالدا تستخدم كاوتيلات يعني بتكون هي مثل مجموعه من الكبسولات معموله خاصه لانك تشوف الشفق القطبي والاشياء هاي
وهي كمان اصلا معموله بمناطق معزوله، فهي عاده بتكون مكتفيه ذاتيا، يعني ممكن يكون فيها تريتمنت يعني بلانت اسمه يعني مركز لمعالجه النفايات منها يعني منها وفيها. فهيك يعني ممكن المشروع هذا ما يكون انه عباره عن كبسوله واحده لحالها موجوده بالجبل، ممكن يكون هو عباره عن مثلا مجموعه كبسولات وموصولين مع بعض مثلا بشبكه، وفي بيناتهم مثلا محطه معالجه خاصه فيهم. فيعني شوف انت من ناحيه العمليه حاليا ممكن تكون شغله صعبه، بس بظن وقت تاخذها على نطاق اوسع مثلا انك تساوي انت مو وحده تساويها كذا وحده، وحتى انت هدول فينك تصنعهم بالمصنع، يعني ممكن تجيك كبسوله جاهزه من المصنع هي بس بتنحط بمكانها، عرفت كيف؟ فانت كمان عم توفر انت بوقت البناء، لانك انت ما عم تبني عمليا بالموقع، انت بس عم تبنيها بالمصنع بتجيها وبتركبها بمكانها. يعني كل هالاشياء هي طبعا انا بظن بالمستقبل رح تكون يعني تنتشر بشكل اوسع بكتير، يعني لانه مثل ما قلت انت ما عاد مضطر تكون موجود بالمكان اللي انت عم تشتغل فيه، فانت عم تشتغل باي مكان ففينك تكون عايش باي مكان. فلذلك يعني اذا كان انت كشخص مثلا، اذا انه يعني انت كمثلا خبير باي شيء مثلا وشغلك ممكن يكون من بعيد وانت بتحب مثلا تكون بعيد عن المدينه وبالطبيعه، فممكن تختار انك تعيش بهيك مثلا مكان. وانا ما بشوفه انا بتهيالي الناس اللي بيعملوا دراسات في النيتشر، يعني اللي بيعملوا دراسات في الغابات او في الجبال او سمثينج، تهيالي هدول يمكن يكونوا من اهم الناس اللي بياخذوا هيك بيوت، لانه مشكلتهم دائما في التنقل بين المدينه وبين الهاي، ويعملوا خيام كل مرة وكذا. فأعتقد لو بتتوفر لهم فرصة زي هيك بيعيشوا في هاي المناطق وبالوقت الوقت بدرسوها، يعني بس رأيي طبعا هو. فأعتقد إنه حيكون لها يمكن أول إشي أول سوق لإلها الناس اللي بيشتغلوا في هاي المناطق لأهداف الدراسات والأبحاث، فممكن تعطيهم دفعة لناس أكتر إنها تتوجه لهذا المجال، وخصوصا مجال دراسات البيئة وتغير المناخ اللي شغلهم في هذيك المناطق. فأنا بس هذا حبيت أقوله كرأيي. دكتور جمال حابب تسأل ولا نأخذ؟ يس، أنا عندي شوية أسئلة كمان. طبعاً هذا أحد النماذج اللي أنت حط أعطيتنا إياها، هل عندك أفكار كانت تانية لنماذج أخرى ولا فقط هذا النموذج؟ هلا من ناحية الـ يعني هذا كمشروع كمشروع مستقبلي او فكره مستقبليه مستدامه، بظن يعني هي اول وحده وتقريبا لحد الان لسه الوحيده. بس يعني كان في قبلها افكار، يعني انه مثلا بيوت مثلا اشكال غريبه مثلا، او يعني ممكن فيها اشياء تتحرك مثلا، يعني مثلا البيت بيفتح وبسكر، بس مو الهدف منه الفكره، يعني الهدف منه انه يعني البيت يكون مثلا وقت انت ما بدك مثلا، انت مثلا ممكن يكون كبيت مثلا صيفي بس انت ما بدك حدا يقرب لك منه مثلا، وفينك تسكره وتعزله مثلا عن الناس بشكل عام. بس يعني كبيت كونسبت لشيء مستقبلي مستدام هو هذا كان اول واحد. هل بتفكر تعيش في بيت زي هيك مستقبلا؟ هو انا صممته لانه انا حابب اعيش بهيك، يعني انا كنت افكر وين حابب، يعني كيف حابب ممكن يكون، يعني فانا وأحيانا بصمم الأشياء اللي أنا حابب أكون مثلاً عايش فيها أو المكان اللي أنا عايش فيه، فبتخيله وبصممه على الأساس. في شغلة بس حابب أقول قبل بس ما تقول، إنه لأنه في عنا تعليق إنه هذا البيت خطر وممكن ما حدش يسكن فيه على سفح. أنا بس حابب أقول للأخ سامي، أعتقد هو اللي علق على الموضوع. لو تشوف في بيوت، أنا شفت صور لبيوت في صنعاء اللي هي عاصمه اليمن، مبنيه على سفوف، بلاش صنعاء، شفت بفلسطين في جبال القدس وفي جبال نابلس مبنيه على سفوح. انا بتطلع بقول كيف الناس عايشه فوق. فما اعتقدش انه اعتقد في كثير ناس ما راح يكون عندها مشكله، لانه البناء على سفح الجبال مش جديد على البشر، وعلى مناطق خطر، يعني السفح مش بس سفح، يعني سفحه بيجي هيك بعدين ما فيش شيء تحته، يعني ممكن يوقع كله. لكن بيوت لها موجوده من مئات السنين وعم بتعيش فيها الناس. واعتقد طبعا الخيار للي بده حابب يعيش في هذا البيت، خايف يعيش ما لها علاقه. بس ما اعتقد انه في كثير، اعتقد انه في كثير ناس ما حيكون لها، لانه شفنا في مناطق اخطر من هيك، يعني وبيوت ممكن ناخذهم من الجمهور، شو رايكم؟
يلا في عزام برضو بسألك بقول لك هل أخذت هذه الفكرة موضوع التدفئة والتبريد بعين الاعتبار؟ طبعا أكيد، يعني أنت مجرد أنك عم تولد طاقة فأنت فيك تستخدم هذه الطاقة للتدفئة وللتبريد يعني. ممتاز. طب في سؤال آخر لك خاص، هذا هل وصلت الآن وصلت لهذا النجاح الفريد والرائع، هل تهدف أن تتوسع بشكل وبطرق مختلفة؟ طبعا شيء أكيد، يعني أنا مثلا عم بشتغل مثلا على صفحتي على الانستغرام مثلا، كمان بنشر فيها أشياء وبحط فيها تصاميم تانية، والحمد لله يعني في منيح متابعين عم يتابعوا، وفي كمان طبعا خطة إنه أشتغل على نسخة تانية من هي الكبسولة، ممكن تكون شكل تاني بقى. كندا فيرجن. كندا فيرجن. ممكن يكون فيها يعني مثلا شيء طاقة رياح على طاقة مياه، ما بعرف يعني، ممكن ما تعود تعتمد بس على الشمس، يعني ممكن يكون فيها أشياء تانية بحيث إنه يعني تعوض عن قلة الشمس. يعني قصدك كستمايزبل حسب المنطقة وحسب البيئة اللي أنت بتبني فيها البيت. تمام أكيد. صفا بتقول لك very creative idea thinking out of the box. شكرا. طبعا أنت جاوبت على هذا السؤال. في كان نشكر تلفزيون كنار على استضافة المهندس إيهاب الحريري واستضافة المبدعين، هذا واجبنا دائما على كنار تي في أن نظهر تألق العربي أينما ذهب، لأنه فعلا نحن في كندا وفي أمريكا وحول العالم العرب في منهم يثقل بالذهب وعنده أفكار أكثر من رائعة، ولكن للأسف لا يسلط عليهم لا الإعلام الغربي ولا العربي أحيانا الضوء إلا في حالات نادرة، وهذا هدفنا إن شاء الله أنه نوصل هذه الرسالة ونظهر أنه العربي أينما حل وأينما ذهب يبدع ويبتكر وبيعمل كبسولة بتقدر تحطها في أقصى الغرب والشرق، وإن شاء الله بنقدر ننفذ هذا الشيء. أنا بدي أحكي شغلة، بعرفش أكيد يمكن سمعت عن الإيرث شيب اللي اختراها واحد أمريكي اللي هي Sustainable Bardo House، هذا كان my dream، فشكله حيتغير الدريم تبعي حيصير الكبسولة تبعتك. إن شاء الله إن شاء الله أكيد، يعني أنا في عندي يعني أمل المستقبل إنه يعني هيك شيء يتنفذ، فيعني إن شاء الله. ما أنت قلت دفعت البيت وخلصت، قلت اشتريت وحجزت خلاص يعني. احنا لا حجز فيرتشوال ما هي اللي وراي هذا. بلكي بعمل كيك ستارتر وجمع. واي نوت يعني هي كل فكره تبدا بروتوتايب. نعم الفكره تبدا طبعا بفكره بسيطه ويمكن تلاقي كوميونتي حواليك بالعكس يمشوا معك ويكملوا، لانه في ناس بحبوا هاي الشغلات وانا من الناس اللي بحب الشغلات هاي. طبعا بيحكي انه فكره السكنة على سفوح الجبال موجوده في كل مكان في العالم ومنها سوريا، وطبعا هون تكلمت الاخت عن سلطنه عمان. عمان شفت برضو كمان شفت، ما شاء الله في اكيد التنفيذ مكلف جدا ولن يستطيع شراءه الا الاغنياء. هل في عندك فكره عن السعر اللي ممكن يكون هذا البيت؟ هو على فكره على فكرة بس كان عندي هذا كان سؤال اللي يجي، بس هقول إنه في فكرة دائما إنه الأشياء اللي زي هيك غالية، لكن أحيانا بنشوف إنه الكرياتيفيتي مش بس في اختراع الديزاين، لكن كمان في استغلال مواد وفي استغلال أشياء تكون affordable للأغلب من الناس أو من الطبقة المتوسطة وفوق. فهل أنت بناء على هذا السؤال، هل انت فكرت او منفتح على التفكير لانك تقابل ناس مختصين مثلا في البيلدينج ماتيريالز، انك تحاول مش بس تنفذ الفكره ان تخليها فعليا افوردبل للناس من الطبقات المتوسطه وفوق على الاقل؟ يعني طبعا شيء اكيد، يعني بالنهايه اذا بدك تسوي هيك شيء بدك تجتمع مع كثير خبراء، يعني خبراء ميكانيكيين وخبراء يعني روبوتات بظن، ويعني يعني كل أشكال الألوان من المهندسين، فيعني بظن هو الموضوع ما حيكون سهل، بس طبعا إذا كان في نية صادقة يعني أو مثلا جهة داعمة مثلا ممكن حطت ثقتها فيه، ممكن أكيد يعني يكون في هيك شيء، يعني
يتحول يعني نعمل منه مثلا منه فيرجن ارخص او اوفر، او مثلا ممكن يكون مثلا طريقه الفتح والتسكير غير شكل، او مثلا ممكن ما يكون فيها بنوبل شغله بس يكون فيها شيء ثاني. فيعني طبعا فكره قابله للتطوير، بس يعني التخيل الاساسي كان ما هدفه انك تشوف عم شيء رخيص ولا غالي، الفكره انه شو هو الشيء الممكن. تمام، كونسبت نحكي. انا اعتقد كمان انه في يعني في حكومه، احنا بنعرف انه برضه مثلا حكومه كندا بتحاول تدعم كل المشاريع اللي فيها توفير للهاي. ممكن حكومات في المستقبل تيجي وتتكلف جزء من هاي لحتى تخليه افوردبل، وبعدين لما لقدام ترخص الماتيريال والناس تتعود عليه ممكن تصير تتعوض الخساره اللي في الاول ب يعني بما زي ما بقوله بكميه الشراء اللي راح تصير لهاي البيوت بعد ما تصير الكلفه ارخص شوي شوي. طبعا صار عندك اول اوردر، سامي بيطلب منك بيت على القمر، كونه بهالايام هالموضوع دارج يعني. ف يو نيفر نو. طبعا ليش لا. انا سمعت قبل اسبوع احنا نشرنا خبر على قناتنا على قناه تي في في حديث الساعه، تكلمنا انه الصين الان في عندها فكر انه تطلع على القمر وتجلس لاشهر وتترك الأسترونومز أو رواد الفضاء على سطح القمر لعدة أشهر، وهذا طبعا ما صار لحد الآن، ولكن برضو هذا تفكير وكونسبت. لأنه هون في سؤال كمان من محمد القاضي، هل تم تنفيذ المشروع؟ هذا مش هذه فكرة المشروع، يعني هو المشروع لم ينفذ كتنفيذ. في سؤال من سام بقول لك، هل هناك علاقة بين هذه البيوت بحدائق بابل المعلقة التي صممت قبل 5000 سنة؟ أعتقد هو عشان الديزاين. ما بعرف، ممكن صراحة أنا ما فكرت بهالموضوع يعني. يعني ما إجت الفكرة من لا لا. طيب سؤال آخر، هل قدمت المشروع لجهة رسمية مختصة لاعتماد التصاميم أو النموذج وتنفيذها؟ لا، لأنه لسه ما في شخص أبدأ رغبته يعني شخص ممول لهيك مشروع، فلازم أول شيء يكون في جهة ممولة قبل ما نبلش بأي تقديمات رسمية لأي جهات حكومية. ما عليك يا إيلون ماسك، إيلون ماسك بحب الشغلات هاي الغريبة. هذا يعطيني رقمه بتصير فيه. خلاص. إيلون ماسك مش هيجيب غير الاشي اللي بيجيب اشي لفلوسه فيلو. لا ما بيجيب له فلوس، هذا بيجيب له فلوس مع سيارة تسلا، مع تسلا وهاي خلاص بيت وسيارة. anyway أنا عندي ما عندي عندي رأي مختلف في إيلون ماسك، بس أنا أعتقد كشخص لو تأدب لو مش قصة حب وكراهية، أنا بحكي هلأ عن عنه كبزنس، بس أعتقد بناء على أو تعليقا على كلام الأخت صفاء إنه جامعات مثلا UFT أو University of Toronto بتتبنى هيك مشاريع، مش تتبنى تنفيذ بس على اتليست يعني ممكن كلية الهندسة المعمارية هناك ممكن تخرط الطلاب في أبحاث تساعدك مثلا. أنا أعتقد إنه هاي قصدها، إنك أنت تتوجه للجهات اللي زي هيك اللي ما بتطلب أو ما بتمول كشيء، بس لكن الطلاب المعماريين ممكن مثلا يشوفوا ايش المميزات ايش العيوب ايش اللي ممكن يتصلح في الديزاين، او اللي ممكن يكون عملي الاشي اللي يكون مش عملي، او اللي نص بين حتى يتطور الديزاين ليصير اشي زي ما بقولوا practical. فانا اعتقد انه هذا الشيء ان شاء الله يمكن بس تخلص هالكورونا بتزورنا في كندا وبتشوف، لانه في عنا برضه هون معاهد كتير، في بفانكوفر كمان المعهد العلمي بيطلع هيك اشياء، بيحبوا يطلعوا على هيك اشياء كتير، خصوصا انهم مهتمين جدا بالمشاريع اللي لها علاقه في الطاقه وبالكلايمت تشينج وغيره. اعتقد انها فكره كويسه انك تطلع على هاي الاشياء، لانه فعليا اذا بدك تجيب ناس وتتكلف عشان تعمل دراسات المبالغ حتكون بالنسبه لك كشخص غير منطقيه يعني. صحيح. فاعتقد انه كلام الاخت صفاء فيه شيء من الواقعي، انه فعليا اذا توجهنا ل وانت طبعا على هذا المنبر، طبعا اي حدا بيسمعنا اي حدا بيقدر يساعد اي حدا في المجال الاكاديمي، أهلا وسهلا. ان شاء الله يعني ممكن
يحاكينا او يكلمك دايركتلي وانت ممكن تتعاون. احنا عشان هيك بنستضيف ناس مثل حضرتك عشان نعرف الناس ونقول لهم اللي بيقدر يساعد او يعمل اي شيء نحن طبعا بنكون فعليا مبسوطين يعني. بالضبط. طب سؤال لك دكتور هشام، لو هذا الكونسبت، لو هذا الكونسبت صار واقع، هل تتوقع انك تعيش في منزل زجاجي زي هيك بيفتح وبسكر؟ انا عارفك تحب الشغلات السمارت والشغلات الغريبه انا ما عندي مشكله، بس وتروح بالعكس انا ما عندي مشكله. انا طول عمري كنت حابب اعيش في 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 مكان، بس طبعا مش افوردبل بالنسبه لي، لانك بدك تعيش في المدينه بالنظام الحالي اللي كنا عايشين فيه. هلا الكوفيد اعطانا يعني يمكن فيجن، انه او مش اعطانا فيجن، احنا كنا عارفين في الاي تي انه نقدر نعملها، بس الناس الثانيه ما كانتش فاهمه. هلا كل الناس فهمت انه بقدر اشتغل ريموتلي سيفلي، وممكن اجي يوم في الاسبوع او في الاسبوعين على المدينه اذا بحتاج. فاعتقد انه هذا، بس طبعا لازم انا كشخصيا لازم اتاكد انه المنزل سيف من ناحيه، مثلا اذا صار بعدين انت بدك المنزل. طبعا السستينابيليتي في هاي الحاله، واعتقد انه المهندس ايهاب فاهم الموضوع، انه السلف مينتيننس، لانه اذا 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 خربت لوحه او سمثينج لايك ذات، مين اللي بده يصلحها؟ مين اللي بده يجيك وتاخذ وقت وكذا؟ فلازم يكون في اشعارات. احنا عملنا زي ما قلت لك، اشتغلنا في موضوع السمارت بيلدينج والسمارت سيتيز، وكان من ضمنها انه الديفايسز هاي عندها قدره انها تعمل at least warning لما تحس انها راح تخرب قريبا، او في عندها مشكله ممكن تسبب مشاكل. اعتقد هاي من الاشياء اللي ممكن يستفيدوك فيها الناس اللي في مجال التكنولوجيا، لحتى نتاكد انه البيت مش بس جميل وحلو وسستينبل، انه برضه سيف تو ليف ان، وانه حسب منطقه البناء بينعمل كاستم، لانه مش معقول تعمل نفس الديزاين وتحطه وين مكان في العالم. احنا شفنا ان الظروف بتختلف. فانا بالعكس انا ما عندي مشكله وبحب اعيش في هذا البيت، بس زي ما قلت لك هاي الشيء اللي ممكن وهذا من خبرتي انا في بناء السمارت بيلدينجز والسمارت سيتيز، اعتقد انه هذا كله ابروتشبل، وانا مش عمالي بنتقد، بس هذا التصميم يونيك، فعشان هيك لازم يكون في يونيك ثينكينج، لانه حتى السمارت سيتيز لهلا مبنيه على نظام السيتيز العادي بس باختلاف بسيط، لكن هذا الكونسبت بده تفكير جديد. اعتقد احنا كبشر يعني خلاقين ومبدعين، وممكن ما في شيء بوقف بطريقنا، خاصه المواطن العربي ترى عنده ابداع يعني يا جماعه. كل الناس يعني، في ناس شفناهم من مجاهل افريقيا اللي كانوا عايشين في زي ما بيقولوا في الغابات وفي الكذا، وطلعوا صاروا علماء. انا عندي ايمان انه كل الانسان زي ما قال الاستاذ مهندس إيهاب، لما بينعطى فرصة وبكون عنده يعني إرادة بيقدر يخترق كل الحواجز. نعم. في سؤال مهم من سام بفكر بسأل عن موضوع الزلازل، هل تم التفكير في الموضوع أم لسه ما، لأن الكونسبت هو لسه ما بدأ فيه؟ هو بظن أنا يعني أكيد بس يتصمم راح يكون ينحسب بالحساب يعني موضوع الزلازل، بس كمان المنطقة اللي بينبنى عليها هي اللي بتأثر على موضوع الزلازل. يعني ممكن أنت مثلا ما تفكر بالزلازل كتير بمناطق الأصل ما بيصير فيها زلازل، فيعني بيصير تفكيرك بيعتمد على المكان أكيد يعني موضوع الزلازل. أعتقد هذا جزء من اللي قلنا عنه، إنه لما ينخرطوا في ناس تعمل دراسات والكستمايزبل، لكل منطقة لازم يكون في خبراء إذا بدها تنبنى فيها يكونوا عندهم خبراء في مواصفات هاي المنطقة، أو في يعني إذا بدك تبني في تركيا في مناطق معروفة إنها زلزالية، أو في اليابان يعني. خلينا نجيب على كده المباني في مش المباني هاي، مش هذا المبنى، المباني العادية في اليابان لازم ينعمل له كونسبت بيختلف تماما عن أي مبنى في العالم بسبب الزلازل. فهذا الإشي ما راح يكون جنرال، ولا راح نقول عملته مشان، لا راح يكون حسب المنطقة وحسب طبيعتها، وهذا الإشي بيمشي مع موضوع الدراسات اللي يمكن حكينا عنه وجاوبنا قبل هيك. صحيح. أنا 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 يعني كتير منبسط أول إشي لهذا الديزاين، بس حابب أحكي للجميع إنه هذا الديزاين هو واحد من عدد كبير من الديزاينات اللي موجودة عند المهندس إيهاب، عشان لا نفقده حقه ونعطيه حقه. أنا حطيت الإنستغرام اللي قدامكم هذا، بس اتفرجوا يا جماعة الكونسبتس اللي بحطها. يعني شوفوا هذا المنزل،
يعني شيء خيالي يعني عن جد، تحكي انت اشي مستقبلي هيك بتشوفه بافلام المستقبل. يعني هذا برضو، هذا فيديو كمان، او هون كيف الرسم سكتشينج واو، يعني في اشياء عن جد ما شاء الله. طلعوا مثلا هذا هذا زي شكله زي مش عارف متحف او شيء زي هيك، صحيح؟ تمام. انا اقترح عليك اقتراح مهندس ايهاب، خذ هالديزاينات وروح اشتغل لك في هوليوود كم سنه، بيصير معك فلوس لتمول المشاريع كلها، لانه هاي البيوت كلها يعني ما شاء الله اعتقد انها حتكون مصدر الهام ل ل ل لافلام خيال علمي لقدام. يعني احنا بنعرف انه كثير من الاشياء اللي صار، يعني في زي ما بيقولوا في مقوله بتقول when ساي فاي او when ساينس فيكشن becomes when you remove the science the fiction of science fiction and it becomes science. يعني صح. في كانت كثير افلام شفنا فيها شغلات كنا نقول اوه هذا الاشي خيالي او مش حنعيش لنشوفه، لكن يعني انا من الناس اللي كنت اتفرج على النايت رايدر اذا بتتذكر السياره اللي طبعا اكيد اللي بتحكي معاه وبتتجاوبه وبتقول له وين يروح وين يجي، انا كنت افكر انه مش حعيش هلا عم بشتغل فيها، يعني مش اني بس عشت لاشوفها، عم بشتغل في التكنولوجي. فانا اعتقد يعني انا ما بستبعد انه اي واحد من هاي الكونسبت او البيوت يصير واقع، يمكن بأقرب مما نتخيل. بيبقى بس موضوع زي ما انت قلت دراسه جدوى، ونعمل في لما حنبني في اي منطقه ندرس طبيعه المنطقه ونعمل ونكون متاكدين انه يعني انه ملائم لوجوده في هاي المنطقه، ولان لا اعتقد انه في لا اعتقد انه فيها اي شيء مستحيل. و يعني كلها ما شاء الله هاد يعني زي ما اللي شفناه قبل هيك قبل شويه، انا شفت بنايات في قطر، المبنى اللي شفناه قبل شوي هذا اللي بالنص دكتور جمال، لا انزل تحت هذا ايوه هذا الازرق، اوكي هذا اللي جاي هيك وهيك. شفت مباني لما كنت في قطر بهذه الصعوبه، مع انه قطر مبني لانها شبه جزيره تحتها مي كتير، ومع ذلك انبنت مباني بتشابه هذه الاشياء بهذه التصرف في مكان صعب البناء فيه. يعني حابب اتعلق، لانه في دبي انا بعرف وانت اشتغلت في دبي برضو، دبي بتشبه نفس الحاله، انت عم تبني ابراج على منطقه تحتها كلها مي، فممكن تحكي لنا عن كيف تخطيت هاي التحديات؟ طبعا اساسات هنيك بتكلب يعني الى طريقه تفكير مختلفه تماما يعني عن اساسات باي مكان تاني، لانه بالاصل ما في شيء اساس تبني عليه، هو كله رمل ومتمل تحته مي، فبيعتمدوا بالاساسات عن طريق مثل عمده بدقوها بالارض حتى توصل لعمق الصخور يعني، فبعدين بيبنوا عليها المبنى. فطريقه البناء الاساسات مختلفه جدا، مثلا برج خليفه في له اساساته يعني عمده توصل تقريبا 200 متر تحت الارض، فأعماق مهولة أحياناً بيوصلوا لها بس مشان يركبوا هالمباني العملاقة مشان ما تغرق بالرمل مثل ما بيقولوا. صحيح. بالإضافة لشغلة إنه واحدة لأنه شفت إن أنا كنت في قطر شفت كيف بتنبنى أبراج وإحنا موجودين هناك، يعني لأنه الناس مش متخيلة قديش 200 متر إنت كتير، يعني بتنزل إنت فعلياً في المي، وكيف كيف لازم يبنوا حوالين هذه الأعمدة بناء عشان ما بتخليش المية تدخل عليه وتخليه لأن المية بتخربه. فأنا مش مهندس معماري زي ما قلت لك، بس لما كنت أشوفها وأشوف قديش الهاي أقول يعني فعليا يعني لو في ناس لو قدمت هذا المشروع لدول الخليج قبل 40 سنة 50 سنة هقول لك واحد مستحيل تعمله، بس هلا عم نشوف أكيد كان مستحيل يا فهلا عم نشوف هالبنات عم تطلع، يعني زي ما قلت البني آدم ما في عنده شيء مستحيل إذا حط مخه في الشغلة وقرر وصمم إنه ينفذها. صحيح. يعني أنا صراحة من نظري للإنستغرام أنا شايف عندك هواية لبيوت مستقبل، لبيوت طبعا المصمم الرائع هو المصمم اللي بصمم تصاميم غريبة بحيث إنها تكون واقعية تقدر تنفذها، ولكن تصاميم لها رونق خاص يعني يحط طابع خاص فيه. فهل لك طابع خاص بك؟ هل نقول
طابع هذا انا بس اشوف هذا الديزاين اعرف انه هو لإيهاب الحريري. يعني بظن موضوع الطابع الخاص هو يعني بظن كثير قليلين معماريين بيقدروا يوصلوا مرحله يقولوا انه هن عندهم ستايل خاص فيهم، فيعني هذا يعني بيكون معماريين من درجه عالميه يعني حتى يوصلوا لمرحله انه بس تشوف مبنى بتعرف تطلع تقول هذا التصميم فلان الفلاني. فهذا الشيء بظن يعني بده يعني ممكن يكون عندي ستايل تصميم معين باشياء معينه بس طابع عام بشكل عام ما بصمم خارجه، لا ما عندي، بحب اني اترك لحالي مجال صمم باشكال مختلفه. يعني ما في يعني ما في طابع معين او شكل معين بحب التزم فيه. يعني بحب اي لا يعني بتحب انك تشكل تمام. يعني بس بقول ذكرت الله يرحمها زها الحديدي، تمام بتعرفها زها الحديدي، كان لها حتى مع اختلاف الديزاينات كنت لما تشوف الديزاين تعرف إن بس اذا بتطلع وهي قبل ما كان إشي يعني المهندس ايهاب لساته بعده شباب، يمكن لقدام بتهيئ لي لقدام يصير عنده ستايل، ولما تشوف تصير تقول انه هذا للمهندس ايهاب. بس اعتقد انه انا من اللي شفته في بديش اقول ستايل بس في نمط، يعني في باترن لك كيف بتحب تصمم الاشياء اللي فيها تحديات لاحظتها، واعتقد انه هاي ممكن تكون بدايه لانك تكون اسلوبك الخاص. يعني ان شاء الله بتصير زي زها الحديدي وان شاء الله احسن ان شاء الله. واحنا نترحم على الفنانة العملاقة الله يرحمها زها، التي يعني فعلا وضعت بصمة عراقية حول العالم بتصاميمها، سواء من مطار بكين الذي يعتبر من أكبر مطارات العالم الآن، إلى تركمستان، إلى دبي، إلى أماكن كبيرة في العالم، عليها الرحمة وإن شاء الله رب العالمين يغفر لها. وصوتها الذي وضعته نسمعه إلى اليوم في كل مبنى ندخله من تصميم زها. لكن مهندس إيهاب، نحن للأسف الوقت يداهمنا، لا نريد أن نتركك لأنه اللقاء أكثر من رائع. نتمنى لك كل التوفيق سواء في هذا الكونسبت أو في غيره. إن شاء الله رب العالمين نرى أشياء جديدة من المهندس إيهاب، وتبقى رافعة لرأسنا بين الجميع إن شاء الله. دكتور هشام، لا بس عندي شغلة، حابب المهندس إيهاب يختم بكلمة صغيرة بالذات، يعني تحكي تتوجه للشباب اللي موجودين في بالذات في المهجر، تعطيهم بس هيك دفعة لأنهم يعني دفعة شخصية أنهم يكونوا مبدعين ويكونوا خلاقين ويصيروا، حابب بس أسمع منك كمان كلمة في النهاية. يعني طبعا أنا يعني بظن أهم شيء أن الواحد يشتغل على حاله دائما ويطور نفسه، ويعني دائما يحاول أنه يعني يطلع يعني يفرجي إبداعاته، مثلا إذا كان بمجال مبدع، أو مثلا دائما يحاول يخلق فرصة حتى لو ما كانت موجودة عنده. يعني ما تنتظر إنه حدا يقول لك اشتغل لي وصمم لي أو أعمل لي أو كذا، أنت ممكن منك لحالك إنك تطور على نفسك وتشتغل على حالك، ويعني ممكن تقدر تطلع شيء جديد ما حدا شافه. أكيد طبعا نحن في هذا اللقاء الرائع مع المهندس السوري إيهاب، يعني دغدغ مشاعرنا المستقبلية زي ما بيحكوا، نقول له شكرا على ما تقوم به، شكرا على هذه التصاميم الرائعة، وإن شاء الله رب العالمين يوفقك، ونتمنى لك كل التوفيق. من هذا المنبر أنا والدكتور هشام حابين نشكرك مرة ثانية لحضورك على كنار تي في صوت العرب من كندا، حابين نشكر جميع المشاهدين اللي علقوا واللي دعوا لك بالخير واللي دعوا لك بالتوفيق، نشكرهم لأنهم كانوا معنا. بنذكر الجميع أنه كل هذه الحلقات راح تكون على كنار تي في لايف على الفيسبوك وعلى اليوتيوب، وفي نهاية هذه الحلقة كما يقول الدكتور هشام دائما، إذا شفتوا اللايك ليكوا، إذا شفتوا الشير شيروا، إذا شفتوا السبسكرايب اعملوا، والجرس تبع التنبيهات تضربوا على الجرس. شكرا لكم كمان على الفرصة.
تسلم، نراك إن شاء الله في حلقة قادمة، وسلام للجميع. السلام، شكرا.